فريق فلسطين أو كما يسمى باللغة الإسبانية باليستينو، نشأ بين أحضان الجالية الفلسطينية في تشيلي، حيث تعيش أكبر جالية فلسطينية في أمريكا اللاتينية. رغم أن معظمهم ورثوا جنسية البلد عن آبائهم، إلا أن زي الفريق يزهو بألوان العلم الفلسطيني. فريق باليستينو ورغم التمويل المحدود تمكن من التأهل للمباراة النهائية لفرق الدرجة الأولى من بطولة كلوزورا، رغم خسارته أمام فريق كولو كولو شرس. هذا التأهل يعني الكثير بالنسبة لفريق باليستينو الذي يتطلع إلى آفاق تتجاوز أفق كرة القدم. نسعى إلى دخول أسواق البورصة العالمية، وقد اخترنا بورصة فلسطين لسببين: الأول هو الرابط العاطفي، ثم اهتمامنا الكبير بمشاركة الفلسطينيين والعرب. فخرنا بهذا الفريق، وهو الفريق الوحيد في العالم الغربي الذي يحمل اسم فلسطين ويستخدم ألوان العلم الفلسطيني، كما أننا نبحث عن أشخاص يريدون الاستثمار في الفريق. الفريق يهدف للحصول على مليوني دولار أمريكي للتوسع والتحول إلى أول شركة غربية مدرجة في بورصة فلسطين. التسجيل في بورصة فلسطين وسانتياغو قد يفتح للفريق فرصا كبيرة لتمويل شراء اللاعبين وتطوير ملعبه المستأجر. ويقول مدير نادي باليستينو إن بنك فلسطين يسعى إلى شراء أسهم فريق باليستينو بقيمة 200 ألف دولار بعد تسجيل الفريق في بورصة فلسطين مباشرة. منذ يونيو الماضي بدأ بنك فلسطين برعايتنا. عندما لعبنا المباراة النهائية عرضت المقابلة على شاشات ضخمة في بيت لحم. أعتقد أن هذه الشهرة ستساعدنا في الدخول إلى سوق الأوراق المالية. لقد علمنا أن هناك مستثمرين يريدون الاستثمار في الفريق. إدراج باليستينو في سوق الأوراق المالية سيجعل منه الفريق الثالث في تشيلي الذي يدخل بورصة سانتياغو بعد فريقي كولو كولو ويونيفيرا سيداد، أشهر الفرق في البطولة التشيلية. ويضم المنتخب الوطني الفلسطيني العديد من لاعبي باليستينو الذين يرون في ذلك استمرارية انتسابهم للوطن الأم. عبد القادر بلحاج، بي بي سي.